السلام عليكم خوتي خواتاتي، نهاركم مبروك والصلاح تضرب ان شاء الله. الفيديو يسيبكم احسن حال ان شاء الله. هاد الفيديو رانا مسجلاه شحال هذا في العيد، واليوم عاد كتاب نحطو نسيت الصراحة. ايوا اليوم قلت حيت نحطو لكم كما كتشوفوا. هاد الشلاضه ديال الجزر ما كاينش اللي ما كيعرفها في المغرب، تيكون يحضر في رمضان، تيكون في الصيف مبرد، شلاضة باردة اللي هو الجزر كما كتشوفوا. كنشد الجزر كنحكو في الحكاكة الرقيقة، كنحكو مزيان حتى كنحكو كامل. وكنشكر المتتبعين ديالي واللي مقصرة في الحق ديالو يسمح ليا، لا دابا غير مع الخدمه والعيا وداكشي ما عنديش الوقت اكثر ليا في هذا الصيف. وكما قلت لكم الفيديو القادم لا انا مريضه بالرجل ديالي، مشكيت عليكم وبحال الجهد ديالي حيدات الرجل ديالي مع الخدمه وداكشي، ما بقاش عندي الوقت باش نصور الفيديوهات ولا تنجي من الخدمه تنجي مهلوكه. كنجي كندخل كندوش ونصلي ناكل شي حاجه وكنعس. كما كتشوفوا سمحوا لي بزاف كنحك هاد الجزر ديالي. انا نزرب الفيديو شويه باش ما يجيكم فيديو طويل. كما كتشوفوا من بعد ما حكيت الكيمياء كلها كيدير الكيمياء اللي بغى الافراد ديال العدد الافراد ديالو. من بعدها كملي حكيت الجزر كنحك القشره ديال البرتقال، هذيك البرتقال صفراء. يمكن لك ديري الحامض، يمكن لك ما ديريهاش كاع، هذيك القشره اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي مبغاش يديرها ما يديرهاش. كنحك غير ديك القشره الفوقانيه الرقيقه اللي كنديرو في الكيك، ولا ما تقيسوش هذاك البياض ديالها، كيجي زوين هاد العصير هاد التحليه هادي ديال الجزر. انا كيعجبني بزاف نديرو في رمضان في الصيف بحال هكا.
من طبيعة الحال كتكونو حاكين غاسلينها مزيان البرتقالة، كنجيب هذاك اللي حكيت كنزيدو على الجزر اللي حكيت، كنجيب هذيك البرتقالة كنعصرها كيجي زوين هو بالبرتقال ماشي بالحامض. عصرت غير هذيك البرتقال بالنسبة للقياس اللي عندي، كنجيب القرفة اللي هي الدارسين، وكنجيب السكر حبيبات، لو بغيتو ديرو سكر كلاص ديرو سكر كلاص. قرفة كنضيف على هذاك الجزر اللي حكيت مع قشرة ديال البرتقال، وكنزيد عليها سكر حبيبات على حسب الذوق. درت معلقة كبيرة وكنصب هذاك العصير اللي عصرت، كنخلطهم مزيان كما كتشوفوا حتى كيتخلط هذاك المزيج يتخلط مزيان. صافي دابا كنغطيه وكنديرو في الثلاجه الوقت ديال التقديم. غادي نجبدو ونقدمه معاكم. تقدر ديرو بحال هكا ولا كديرو شي صبيره بالغلاقه ديالها ولا كما بغيتو. وهنايا انا كنديرو في كل فرديين بيسلات فرديين. يلا خوتي خواتاتي، الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والبارتاج. جزاكم الله كل خير، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.